الحصار صعب أوي. خرجت الستارة مرة أخرى عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، يا سلامتي، وينادي كل قسم بالأغنية التي يريدها. كأن الأصوات التي تصل إلى السيدة أم كلثوم لا يمكن أن يميزها إنسان، وهي كما قلت لكم ترتدي فستان من قطعتين، القطعة العليا خضراء، وقد حلت أم كلثوم صدرها بفرع من الألماس، أما الجيب فهي من المخمل الأخضر وبه أوراق وورد أصفر وأبيض، وتمسك بمنديل أصفر أيضا، وترتدي حزام في الوسط أخضر، ولم تحلي جيدها إلا بهذه الحنجرة التي تساوي اللآلئ، حنجرة أم كلثوم، وهي ترتدي أيضا سوارين، سوار من الذهب واللؤلؤ، تحار أم كلثوم بين أن تغني أغنية يا ظالمني أو أغنية أخرى أو أغنية الجلاء، فكل قسم من الأقسام المختلفة في هذا السرادق الفسيح يطلب أغنية من أغنية أم كلثوم، والحقيقة أنهم يريدون أن يستمعوا إلى أغنية عدة. بطبيعة الحال لا يمكن أن تحقق كل هذه الرغبات. أم كلثوم طبعا ده كان إعلام من أم كلثوم عن إنها هتغني. أنا مش عارف أقدم أغنية وتطلع أغنية تانية. والله احسن حاجة ان انا يعني اسيبها هي تقدم الاغنية اللي عايزاها. Thank you.
وتنسى كل ما جرى لي. خربت وجود وتتجنن، خربت وجود وتتجنن، خربت وجود وتتجنن وتنسى كل ما جرى لي. Oh.
عشان
علي
الكل علشانك وتوق المر في حبي بكاس صدك وهجرانك وتوق المر في حبي بكاس صدك وهجرانك
حكيتلك عن سبب نوح حكيتلك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب
Thank you.
حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب No. حكيت لك عن سبب No. حكيت لك عن سبب حكيت لك حكيت لك عن سبب No.
حكيت لك عن سبب، حكيت لك عن سبب، حكيت لك عن سبب، حكيت لك عن سبب. حكيت لك عن سبب نوح، 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 ونار الوقت في حكيت لك عن سبب نوح، ونار الوقت، ونار الوقت، ونار
شك عن سبب، حكيت لك عن سبب، حكيت لك عن سبب دموعي،
وبعد أيها السادة، فليس لأحد أن يتحدث بعد أن غنت أم كلثوم أو يعقب على هذا الغناء، ولكنها كانت واحدة من هذه الخلجات، بل واحدة من هذه الدرر التي تقدمها أم كلثوم في ليلة من أسعد الليالي، في ليلة العيد، عيد الأعياد، العيد الأكبر. ولكن كان جزء من الصورة أيها السادة التي عشنا فيها هنا حينما كانت أم كلثوم تخاطب القلوب والأحاسيس والمشاعر. كانت هذه الجلسة الفريدة رقيقة ناعمة. هناك جزء من تلك الصورة لا يستطيع الميكروفون أن ينقله إليكم. كان الصغر، كان الحرب كمال الدين حسين يستمع إلى أم كلثوم وهو يضع سبابته فوق أنفه حتى يصل إلى حاجبيه ويسند وجهه إلى يده اليمنى. وكان القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية يسند ذراعيه على ذراعي المقعد الذي يجلس عليه وأصابعه متشابكة. وكان الرئيس جمال عبد الناصر مائلا ناحية اليمين يسند وجهه إلى يده اليمنى ويرتفع سبابته بمحاذاة أذنه اليمنى. ثم كان القائم مقام أنور السادات الذي كان ينفث في سيجارته وقد وضعها في فم السيجارة الأسود المعروف، وكان يهتز هزات الطرب، ذلك لأنه يعشق الفن ويعشق الغناء والترتيل. ثم كان أركان الحرب صلاح سالم الذي كان يستمع إلى أم كلثوم يميل مرة ناحية الأستاذ البقوري يحدثه ومرة ناحية القائم مقام أنور السادات، ثم إذا ما أطربه مقطع أمسك برباط عنقه. وبعد ذلك فضيلة الأستاذ البقوري كان يجلس جلسته الهادئة الوادعة وقد خلع عمامته ووضعها فوق منضدته الصغيرة الموجودة أمامه، فإذا ما بلغت النشوة منتهاها هز مسبحته وهز رأسه هزات هادئة أيضا. ثم بعد ذلك السيد وزير التجارة والصناعة الذي أسند كل وجهه إلى يده اليمنى وأخذ يشعل سيجارته العربية وراء سيجارة أخرى. ثم السيد محمد فؤاد جلال الذي أخذ هو الآخر يدخن السجائر ويجلس جلسة مستريحة. أما السيد وزير الزراعة فقد استلقى على مقعده في نشوة وطرب وقد أسند رأسه إلى الخلف إلى المقعد. هذه أيها السادة صورة للصف الأول الذي يستمع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كانوا يستمعون إليها جميعا وهم يتلقون الصوت من هذه الحنجرة الذهبية ويتجاوبون مع هذه المعاني الرقيقة الجميلة. ثم شخص آخر فريد في نوعه هو مندوب جريدة الأهرام الذي وضع سماعة فوق أذنه ويستمع لأم كلثوم لأول مرة، ذلك لأن السمع كان ضعيفا قبل ذلك وقد استعان لتقويته بسماعة جيء بها إليه من أمريكا. كان نشوانا، كان فرحا، وكان طروبا. إن الابتسامة لم تفارق وجهه الكبير، كان يهتز يمينا ويسارا وكان يدور برأسه بينما كانت أم كلثوم تغني.